الكاظمي لا يكاد يمر يوم إذا ماكو قرار أو توجيه بشيء معين. اليوم أيضا كان على قرار بتغيير بعض الموظفين الكبار في أحد الدوائر الحكومية، وقبلها يوم أمس أيضا فيما يخص موضوع رفع العلم العراقي وما دونه، يعني ما يرفع علم آخر في دوائر الدولة وأيضا الوزارات، يعني هو سماها كلها بالكتاب اللي شفناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني برأيك اليوم الكل هاي الجهات راح تلتزم بهذا القرار؟ اولا يعني عمليه الالتزام بهذا القرار هو مهمه جدا، باعتبار ان العلم العراقي هو يمثل هيبه وسياده الدوله، ومؤسسات الدوله هي جزء لا يتجزأ من هيبه وسياده هذا البلد. اليوم راينا زياره السيد ماكرون، جاءت الى بغداد مباشره ولم تذهب الى اربيل، باعتبار انه الرجل ماكرون عالم وعارف بان ذهابه إلى أربيل يعني أنه اعتراف ضمني بأن هنالك حكومة أخرى غير حكومة الاتحادية، هذا غير منصف ولا يصب في مصلحة إقرار سيادة وهيبة العراق. لذلك الرجل جاء مباشرة وطلب من السيد نجيرفان بارزاني الحضور إلى بغداد، وهذا ما حصل بالفعل. إذن العمل ما معناه أن هذه الحكومة عارفة كيف تعمل، هي تمتلك خيوط وتمتلك مؤشرات عمل حقيقية نراها على الساحة شيئا فشيئا، ولكن تعلمون جيدا أن حتى عمر هذه الحكومة لم يتجاوز 3 أو 4 أشهر. العمل في ظل هذه الملفات الكبيرة، خصوصا ملفات الفساد، الملفات الكبيرة، يعني ليس من السهل الإحاطة بها بشكل سريع، وليس من المنصف أن نقول عن هذه الحكومة غير مؤدية وغير فاعلة وغير عاملة، ونحن اليوم نتلمس بعض الأمور التي هي واقعية جدا، منها مثلا حل مشكلة المنافذ الحدودية التي كانت تذهب أغلب أموالها إلى جيوب الفاسدين، اليوم هي تعود بالنفع على المواطن وإلى الخزينة العامة. إذن هذه مؤشرات حقيقية ويجب أن نقولها ونثمن هذه الجهود التي تذهب باتجاه أن تضع النقاط على الحروف.